هاد 26 حولية غادة تنزل وغادة تذبح وغادة تصلخ وغادة تشوى في الفران، زيد عليها هاد العجلة حتى هي غادة تذبح وغادة تصلخ وغادة تطيب، زيد عليها اتاي الفاكية، الناس مجموعة وفرحانة. علاش؟ تابع معايا الفيديو. السلام عليكم. هاد المنطقة او هاد الدوار اللي كتشوفو هو دوار ولاد رحو التابع لولاد فارس اقليم سطات، واليوم الناس هاد الدوار محتفلين بواحد الانجاز دارو كيف ما دارو بزاف الانجازات. باش تعرفوا الانجاز تابعوا معايا تشوفوا هاد الاحتفال الكبير. بسم الله تبارك الله، الناس هنا كلهم كيف كتشوفوا مجموعين. سي عبد الله شفت الناس مجموعه، انا شي عرس هذا ولا شنو؟ واي حد شي جماعه شي طاقات محتفله بيا. تبارك جماعه دابا الحين ضروبه ولا باقي واحد 26 حوليه. شحال؟ 26. 26 حوليه تبارك الله. واو على الدار الله. واش غادي نقولي؟ دابا نتوما ناس الدوار ضامنتو؟ اي ضامنوا بيناتهم الدوار، وشراو هاد الضروبه وشراو هاد الحوليات وشراو الطاقات. وطاقات ولا الطاقات اللي غادي تبغيهم الناس يعني؟ المهم الناس كاين ناس دراوش عندنا ما عندهمش، كيبغيو كريم كيبغيو كريم وش ما عندوش اللي باش يكري كيتعاونوا مع جماعه بغات تعاون معاه بسبيل الله. يعني نتوما دابا متحدين مع بعضياتكم، الا مات شي واحد كتوقفوا معاه، الا مات عنده شي واحد لا قدر الله، الا كان عنده شي عرس، الا كان عنده شي سوار شي حاجه كتبنيو ليه نوقفوا معاه. وإلا كان عنده مثلا ضاع لي شي واحد من العرس وكل شيء نساهموا معاه في سبيل الله. في سبيل الله كريات راه شرينا 300 ديال الكرسي. 300 كرسي 40 طابله. 40 طابله وشحال من وثاق؟ وثاق جوج وثاقين. الوثاق تقريبا غادي نشوفوا المساحه ديالو شحال تقريبا؟ المساحه فيهم 15 على 10. 15 على 10 للواحد. الواحد شحال الواحد؟ لهم ب 1,090,000 الواحد. 1,090,000 تبارك الله الواحد. والكرسي الثمن الواحد؟ الكرسي 70 درهم. وثمن الطابله الواحده؟ الطابله غتطلع بشي 30 فرانك. تبارك الله. ودابا قلتي باقا تبارك الله شي 26 حوليه. باقا 26 حوليه غندخلوها حتى هي حتى هي غادي تنجحوا دابا. يعني هاد الحوليه شنو غديروا لها ما شاء الله؟ غادي شويه راه غادي يعني غادي احتفال هاد الشيء اللي هاد البطاقات ان شاء الله يكون واحد الاحتفال اللي تاخذ كل شيء كل شيء واللي جا اللي جا مرحبا به. مرحبا ولف مرحبا. اللهم صل على هذه باغي يدخلوا واحد احتفالا. ترينا هذه 150 واحد هو واحد من القبيله الله يكمل الله يسر. انا خذهم مليون خذهم مليون 40 خذهم مليون 180 ما بغيتوش توركوا عليه. انا غنوركوا عليه حتى ضربوا 156. تبارك الله والله يسر. هذه ولاد الجماعه كاملين مساهمين فيها كبار صغار كبار وصغار ما كاينش فيها الفرق خارج وطن داخل برا كل واحد يعطي داك الشيء اللي قدو. لا على قد لا على قد راه في الراحه هذا غنم في الراحه هادشي مساهمات هادشي كلشي الاكرام الناس المزار واش نغلو اغنيه كلشي اللي يحضروا بحال بحال الحمد لله الحمد لله تبارك الله على الجاز دور عذر هنا تبارك الله راه الدراري ليه راه الدراري مسكرنا سي صالح تبارك الله طايمين بالواجب هذا شنو كلشي فرحان تبارك الله دقر دقر خير تبارك الله على الاخ القزير
تحياتي. ولذلك غدا غادي تشوفي ان شاء الله. غدا ان شاء الله في الفران. مول الفران مول الفران. غدا ان شاء الله. مول الفران مول الفران. مول الفران غدا ان شاء الله. اي ان شاء الله بحول الله. هذا هو اللي باغي يريق المسائيه. اقوى. ان شاء الله. تبارك. تبارك الله السي عبد الله. الله يحفظك. اشنو دابا تبارك الله انتم هادشي كامل اليوم؟ حنا اليوم الثاني اليوم السبت. كنوجدوا في الطوابل والحفله. كتوجدوا الناس؟ كيوجدوا الناس، ما جاو عندنا الناس اليوم. من جميع القبائل. من جميع القبائل عاطفيين. دراوش واغنياء ومتوسطين. مرحبا والف مرحبا بالكل. دابا انتم هادشي كامل درتوه فرحانين بهاد البنايه. البنايه تبارك الله كاين عندنا واحد البنيه حنا بين الجماعه. يعني شي حاجه اللي زوينه دابا هاد البنيه باش الناس تفهم اكثر، اللي كما قلنا اللي عنده شي موت لا قدر الله فرح اسبوع اللي كان كيجي كاين، وحنا اللي الدراوش تعاونوا مع الدراوش ومع كلشي معاونين معاه. كتهزوا انتوما كتكلفوا دوار كامل وكتبنيوها عنده. الجماعه مضامنه مع بعضياتها. الجماعه كتسمى ديال الجماعه. ديال الجماعه مضامنه مع بعضياتها تعاونت مع. ودابا هنا خاص الناس اللي غيتابعونا انهم راه الفائده في التضامن. اي في التضامن. قطره بقطره. استعدادا باش نشوفوا الحوليه مع الاخ اللي كيتكلف بهذا الشيء. علاش كدير هكا واخوي؟ هذا هو باش كنبقى انا بالفران هو شفتر ولا باقي شفتر. بمجرد انك تدخل يدك كتعرف في الفران واش. مازال في يدي. واش هضر ديال بصح زعما؟ لا خويا ما نقدرش. تبارك الله. المهم حنا نديرو بحال ما كل المتابعين. اللهم اجرنا من جهنم. تبارك الله خويا. وين نسولك؟ شحال هنا دابا تقريبا من الكاينه من الحوليه على ما قلنا؟ 26 حوليه. ودابا وهاد جوج فرانان كافيين شحال كتدخل فيهم من واحد؟ 15 بيمان الفران. 15 وحده. 30 بيمان الفران. هاد الجوج 15. تبارك الله. ومن غير الشوا ديال شنو كتقدر تشوي مثلا؟ كنطيبوا اللحم. البرقوق. كنطيبوا الدجاج توا كنطيبوا هنايا. كنطيب الجمال حتى هما هذيك الطريقه بنفس الطريقه. نفس الطريقه ديال الحوليه داكشي كيشوي كبر. المهم اي حاجه تقدر تطيبها. اي حاجه طيب في هذا الفران خلاف بنادم. وما حرم الله سبحانه وتعالى. دابا الخوت كيف كتشوفوا كيسد عليها التراب. ملي كتسد عليها اخي شحال ديال الوقت باش تسوي؟ بالحساب. تبارك الله. تقريبا كرا شي 180 درجة والزيادة اكثر. اكثر ان شاء الله. الخوت دابا سد عليها غادي تشوفوا النتيجة النهائية. هاك تبارك الله. تبارك الله على السيد. فارس كاملة.
تبارك الله على هاد الناس المعلمين هاد الشوارع. تبارك الله. خير هذا. ها اخويا عبد الغني ها. I'm gonna